رأيك في النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، وإيه اللي لفت انتباهك في النادي الأهلي في أولى المباريات من الناحية الفنية؟ يعني أنا عارف إن أنت راجل بتاع كورة. لأكون صادقا، الأهلي هو الأفضل في إفريقيا، هو النادي الأفضل في إفريقيا، هو ينال كل الإعجاب، وأنا معجب جدا بنجوم النادي الأهلي. أعتقد أن أفضل ما يميز الأهلي هو طريقة لعب الأهلي، كيف يدافع وكيف يهاجم وكيف يستغل المباريات التي يلعبها على أرضه، يؤدي بشكل أفضل ويؤدي أفضل النتائج. الأهلي يعرف كيف يؤدي ويلعب هذه البطولات. الأهلي لديه اندماج جيد بين لاعبيه، ولكن أستطيع أن أقول لك الأهلي يصبح مختلفا حينما يتأهل للأدوار الإقصائية. الأهلي يكون في مختلف تماما في قبل النهائي، حينما يصل لقبل النهائي والنهائي نرى أهلي مختلف تماما. الأهلي لديه الآن أفضل مدير فني وأفضل لاعبين، الأهلي لديه نسخة رائعة من اللاعبين، تؤدي أفضل المستويات الآن مع النادي الأهلي.